ازيك عاملين ايه؟ انا بقالي كتير ما نزلتش فيديو اسرق كاتلكوا تاني، والنهارده هعمل فيديو جديد من هو ان انا هقول لكم عن ماي ديلي روتين من اول ما بصحى النوم لحد ما انام تاني. فليتس بدات. اول حاجه اعملها اول ما اصحى النوم اني اغسل وشي اكيد، يعني بعديها بروق السرير، بروق سرير انا واختي عشان يعني احنا سريرين، وطبعا هي متروقش حاجة عشان هي لسه صغيرة. بعد اروق وبعيني معاناة غريبة بعد اروق برضو وبحاول يعني على قدر الامكان اني اخد لي حل، بس يعني ما كتير قوي. بعديها اول ما بخلص الاوضة بروح افطر. النهاردة فطرت مايكروويف كيك ونسكافيه. بعديها بقى ببدأ اني العب شوية يوجا و stretch my body بقى وكده، وبعمل بلانش شوية، ويعني بقعد كتير الصراحة يعني، بس بقعد كتير برضه بتاع ايه بقعد كتير برضه، ولسه بدأت البلان. وبعديها بعمل push ups عشان يعني جامدة قوي جامدة قوي يعني، بس اللي بيحصل على طول اني بقع. بعديها قررت ادخل اخد شاور بعد الفتنس يعني، فانا بقى عشان اعمل شعري كيرلي انا بجيب اي تي شيرت قطن وبقعد اعمل كده. هي واخيرا خلصت الحركة دي برضو يعني انا مش عارفة اسمها. وبعديها بقعد العب شوية يعني بتدرب، مش جامدة قوي يعني بس بحاول ابقى شاطرة وبتدرب، بحاول يعني اي بحاول تيوز كورنتين. وان شاء الله هبقى اعمل فيديو اوريكم فيه وانا بعزف ان شاء الله. وبعديها بقعد شوية على اللابتوب اعمل شوية اديتس من على فوتوشوب. وعلى فكرة انا واخويا عندنا بيج على انستجرام اسمها مايند اديتور، هحط اللينك بتاعها في الديسكريبشن، روحوا شوفوها من المقال. سبسكرايب وصلوني لميت لميتين سبسكرايبرز وهنتحقق 100,000 أحلام وطموحات. و تعالوا بقى عشان نسولف في خير جديد. باي باي.